طيب الفار هيحكم المباراه الاخيره، او هو اللي هيبقى يعني له الكلمه العليا، واي اي اي اختلاف او اي شك في هدف بنالتي في تسلل فهيبقى للفار الكلمه العليا. وعايز اقول لكم كمان ان المساعدين بيبقوا واخدين تعليمات ان انت ما تستعجلش ان انت ترفع الرايه، وفي تقنيه الفار موجوده ما تستعجلش، لا اصبر شويه. ليه بقى؟ لان لو مثلا لو واحد راح انفراد وحضرتك رحت فلحوص قوي ورحت رافع الرايه كده، هو هيقف خلاص، والكره لو مش تسلل خلاص يبقى انت منعت هدف، وبالتالي مش هتعيد اللعبه من جديد. لكن لو سبتها، لو سبت الكره وجت جول بس هي في الاصل تسلل، يبقى سهل ان احنا نلغيها. دي تعليمات الحكام او لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، بل لجنه الحكام على المستوى الدولي اللي هو الفيفا. ما تستعجلش ان انت ترفع الرايه، لان انت لو رفعت الرايه وتم وقف اللعب او عدم استئناف اللعب، فبالتالي لو هي مش تسلل صعب جدا ترجعها. لكن لو انت استمريت اللعب او خليت اللعب يكمل عادي جدا وهي في الاصل تسلل، مفيش مشكله ان هي تتلغي. اوكي، فالاتحاد الافريقي عامل سيكازوي اللي هو الحكم اللي حكم دول اللي هيبقى في الفار، يعني سيكازوي اللي هو الحكم الزامبي اللي حكم مباراة امبارح الترجي مع اول اغسطس، وكان عليه علامات كتير جدا، على يعني بصراحه جول صحيح 100% وشويه حاجات كده احداث حصلت ما تناسبش ابدا بقبل النهائي، لكن هو مختارينه لجنه الحكام وهو مصنف. بس الحقيقه انا استغربت جدا من ادارته للقاء الترجي مع اول اغسطس. مهدي بن عبيد اللي هو الجزائري اللي حكم، لو تتذكروا لقاء الاهلي مع الوداد المغربي السنه اللي فاتت، بس في دوري المجموعات مش في النهائي، لان بكاري جسامه هو اللي حكم مباراه النهائي، وبكاري جسامه موجود برضه. وبملاك اللي هو الحكم الاثيوبي، انا بقول ان هو من المرشحين للقاء النهائي بقوه شديده جدا جدا. وجوميز الموجود برضو، وجهاد جريشه، دول السته اللي وقع اختيار الكاف عليهم ان هم يكونوا من حكام الفار. ممكن 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 ناس منهم تبقى في الملعب عادي تحكم اللقاء، بس انا اميل، يعني انا امبارح قلت لكم ان اللي هيحكم او الاقرب الناس اللي هتحكم المباراه النهائيه كنت بقول بكاري جسامه ومعاه الجابوني ايريك، وده حكم كويس جدا 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 جدا، رائع جدا جدا، تمام؟ يعني انا كنت بقول بكاري جسامه امبارح وايريك، لكن لما رجعت مع نفسي كده اكتشفت ان بكاري جسامه حكم لقاء وفاء سطيف الاول اللي هو قبل نهائي. فهل الاتحاد الافريقي ممكن يديله قبل نهائي لفرقه الاهلي اللي هي كانت مع وفاء سطيف ويديله النهائي برضو؟ اعتقد ان ده مستبعد، اعتقد في التفكير ان ده مستبعد، ممكن، لكن انا اشك او اميل ان هو يكون مستبعد. انا اميل ان السته دول مش هيبقى معاهم حد خالص، اميل كده. ولو كان فيهم واحد هيبقى بملاك اللي هو الاثيوبي، اميل كده، اميل ده، يعني اروح للحته دي. ومعاهم الجابوني ايريك اللي هيحكم واحده من اللقاءات، يا اللقاء اللي كان اللي هيبقى في مصر، يا اللقاء اللي هيبقى في تونس. وممكن اليوم اللي هو الحكم الكاميروني مش موجود في دول وبعد شويه، اليوم ده اللي هو حكم المباراه اللي كسب فيها الاهلي لو تتذكروا بهدفين علي معلول واجاييه، وكمان السنغالي مش موجود، مش فاكر السنغالي اسمه ايه، السنغالي اللي هو له كوارث معانا، يا رب يا رب يا رب الهي وانت جاهي ما يحكمش لقاء الاهلي والترجي، لان اخر مرتين حكمهم الحكم ده في برج العرب، عنده كوارث في التحكيم، كوارث بالمساعدين بتوعه دول. يعني هو ممكن يبقى عنده شط بعض الاخطاء كده اللي تتحملها ولا تتحملها، لكن المساعدين وخصوصا المساعد الاول ده مصيبه، المساعد الاول بتاعه ده الطاقم الاثيوبي ده مصيبه. يا رب الهي وانت جاه يا رب ما يحكمش الاثيوبي، يا رب الهي وانت جاه يا رب يا رب. انا اوكي.